فكره ان حد موجود في دار رعايه فبيبقى عنده دفتر توفير بيتحط له فيه تبرعات من المفترض انه يستلمه بعد ما يخلص، على الاقل يكون فيه مبلغ وقدره. في ناس حسبت الموضوع انه يكون 200,000 جنيه عشان يبتدي حياته. في قرارات موجوده ويمكن تم المناداه بيها مؤخرا علشان، ودي كانت عظيمه جدا بصراحه، ان يتم توفير شقق لشبابنا وبناتنا اللي بيتخرجوا من دور الرعايه. لكن احنا فين برضو كمان من القرار ده؟ فين الاثنين دول؟ طب اكلم الناس علشان انا قلبي وجعني. قولي بص يا جماعه والنبي، علشان الحاجات اللي فيها مشاعر جياشه وفياضه دي بتجيب لي كرشه نفس. اول جمعه من ابريل يوم اليتيم، ما تيجوا نخفف المشاعر اللي كده ونخف اللعب ونخف الشوكولاتات بتاعت يوم اليتيم دي ونرتب دماغنا شوية. واحد، لما تروحوا دار ايتام كل واحد يعمل دفتر توفير باسم الولد او البنت، لانه لو عملنا دفتر التوفير في البوستة وحطينا فيه ان شاء الله 5 جنيه كل شهر بحاجة اسمها وثيقة تأمينية في البوستة، اولا مفيش حد مهما كان فاسد هيعرف يحط ايده فيه لانه ده هيبقى في البوسطه. فده علشان نامن الولاد دول، يعني خفوا شوكولاته وحطوا ثمن الشوكولاته في البوسطه. الحاجه الثانيه، اللي يقدر يجيب لكل ولد او بنت شقه في الاسكان الاجتماعي يبقى بناله بيت في الجنه. دي مش فتوى انا ما بفتيش، بس عمل له حاجه تأمنوا العمر كله، يعني عارفين لا تعطيني سمكة ولكن علمني كيف أصطادها. فشقة في الإسكان الاجتماعي بيبقى مقدمها 3,000 وأول قسط 15,000 وبعد كده تقريبا 300 جنيه كل شهر، يعني اللي يقدر يعمل ده يعمله. تالت حاجة، مع كل النوايا الطيبة لحملات جوزوا اليتيمة، أرجوكم ما تجوزوش اليتيمة، شغلوا اليتيمة، هاتوا شقة لليتيمة، وقفوا اليتيمة على رجليها، علشان اليتيمة دي بترجع لنا بعيل تاني ايتم منها، يعني ما بتكملش سنة ولا اتنين وتجيلي بعيل على كتافها ايتم منها. وفي النهاية زي ما قال ابننا الناجح وولادنا اللي زي الفل، اللي هو احنا بنفرح بالعيال الصغيرة، احنا مش بنربي قطط شكلها جميل، احنا العيال الصغيرة بتتنطط وبتعمل، نحاول بس نوظف مشاعرنا الطيبة الجميلة اللي عنده زكاة اللي عنده عشور. المشاعر الجميلة دي محتاجة تتوظف كويس، نلعب مع العيال ونتنطط. لكن كمان في بعد 18 سنة العيال دي بتطرد، تقال لها تخيلوا كده لو كل واحد في بيته وتقفل عليه باب وتقال له انت مش داخل تاني، دي اكتر حاجة موجعة في الدنيا. طيب ولادنا بقى يعملوا ايه؟ واحد، ان اللائحة النموذجية لدور الرعاية بتقول ان حضرتكم يبقى عندكم دفاتر توفير، فبيعملوها او ما بيعملوهاش، فجزء من التبرعات لازم تتوجه لده وتبقى دفاتر توفير تأمينية. يعني ايه تأمينية؟ وده برضو للسادة المحترمين بتوع دور الرعاية، يعني ايه تأمينية؟ ايه الفرق بينها وبين دفتر توفير العادي. تاني؟ ان التأمينية دي انه لو في مرحلة ما قدرتش ادفع او الكفيل اللي هيكفل الدفتر ده توفى مثلا، شركة التأمين تدخل تغطي زي الوثائق كده اللي هي الاستثمار التأميني في البنوك. ارجو، انا معرفش ده متوفر في البوسطة ولا لا، بس لو مش متوفر في البوسطة يتعامل في البنوك، بنك مصر، البنك الاهلي، اي حاجة متوفر. دي اول حاجة. الحاجة التانية، مفيش حاجة اسمها ان السن القانوني 18 سنة تمشي في الشارع، مش حاجة اسمها كده. المادة 112 من قانون الطفل بتقول ان السن القانوني اللي نقول لحضرتك بالسلامة في الشارع او حضرتك بالسلامة في الشارع 25 سنة. يعني 25 سنة منطقي ان انا اقولك في الشارع وكون موفر، لان خلاص يعني المفروض ان اشتغلنا وقفنا على رجلينا، بقينا قادرين نتعامل مع السوق. قرار. الفرق بين 18 و 25 سنة هو الانتقال الى اللي هو بنسميها الرعاية اللاحقة اللي بيبقى فيها جزء حياة عملية. طيب بعد، عشان ما نظلمش كل الدور، لاني قلت في بعض الدور فعلا احيانا ما باش عندها اللي تأكل بيه العيال الصبح، عشان كده قصة يوم اليتيم دي قصة عظيمة جدا ومبادرة عظيمة جدا، بس خلوها طول السنة، بس محتاجينها طول السنة. صحيح.